أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نبيل عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نبيل عباس. النهاردة هنبتدي أول حلقة عندنا بحاجات الأساسيات بتاعت حلويات رمضان. حلويات رمضان بتبقى كلها حلويات شرقية، وكلها أغلبها 90% بيحتاج منها شربات. فاحنا كل يوم بدل ما نستهلك كمية سكر ونفضل نعمل في شربات ويفيد شوية ومتبقيش عارفة توديهم فين او تحفظيهم ازاي او ممكن يطلع الشربات قليل، فاحنا هنحل المشكلة دي وهنعمل برطمان شربات بالحجم ده كده كبير يفضل معاكي طول الشهر. طول كل ما تبقي عايزة تعملي حلويات ومحتاجة لها شربات هتطلعي منه شوية وتحطيهم. المكونات بتاعته احنا هنا عاملين كمية كبيرة عشان طبعا تكفي طول الشهر بتاع رمضان. عندنا 2 كيلو من السكر، طبعا دي عشان الكمية كبيرة، معلقة كبيرة من الفانيليا، وانا هنا مستخدمة الفانيليا اللي هي الاعواد السوداء، كانت جايالي هدية من اسوان فانا بجيبها بنشقها كده بالطول من النص ونحكها ونحط البذور بتاعتها مع الاعواد نفسها بعد ما نغسلها في قلب المية ونسيبها تغلي. لكن لو مش متوفرة عندك هنستخدم الفانيليا اللي هي العادية دي، معلقة كبيرة منها وازازتين مية او 2 لتر من المية وعصير ليمونتين. وعندنا اعواد قرفة، هنحط 3 اعواد ومسمار قرنفل، عندنا هنحط حوالي من 4 لـ5. هنسيب كل المكونات دي، هنجيب حلة كبيرة ونحط المكونات دي فيها ونقلبها شوية كده لحد ما السكر يدوب حبة، وبعدين نرفعه على النار ونسيبه حوالي 45 دقيقة. انا عندي البرطمان ده خد حوالي على النار 45 دقيقة. انا عايزة بقى اوريكم قوامه بعد ال 45 دقيقة بعد ما بيبرد وبنعبيه بيعمل ازاي، بقى بالشكل ده كده كأنه عسل نحل بالظبط اهو. طبعا ده ممكن نستخدمه وممكن نحفظه في الفليزر لو عايزة تحفظيه في برطمان بلاستيك في الفليزر، وممكن تشيليه في التلاجة. وبالنسبة لو هتعملي بسبوسة، لان الشربات بتاعها بيبقى سخن، لو لقيتي ان هو تقيل قوي ممكن تزوديه ربع كوباية مية على الكمية اللي انت واخداها وتسخنيه على النار وتحطيه عليها مفيش اي مشكلة. وتستخدمي الكنافة وليالي لبنان وعيش السرايا والبقلاوة وكل الحلويات المختلفة اللي احنا بنعملها في رمضان. زي ما قلت لكم هنحط المكونات دي على النار 45 دقيقة، ويبقى كده انت عندك اهم حاجة تقدري تخزنيها في رمضان وهي الشربات او العسل اللي بيتحط لكل الحلويات بتاعتنا. ودي كانت حلقتنا النهاردة، واشوفكم الحلقات الجاية. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكرة.